سافرين من ورا الازاز غير كده مش سافرين ولا اخوان ولا سافرين. دول انتوا مين بقى؟ انتوا ايه؟ هم عندهم يا اخوان يا كده ما عندهمش اي حاجه تعملوا حاجه في البلد دي. احنا هنا متواجدين مع نورهان مرات احمد دوبه ومع عائلات احمد ماهر ومحمد عادل اللي تأيد عليهم حكم الرجعه 3 سنين سجن ومع كل الشباب اللي في السجون بسبب قانون التظاهر. وبنطالب باسقاط قانون التظاهر والافراج عن كل الشباب المحبوسين على ذمه قضايا من قانون التظاهر، سواء بقى لؤي وعمر واسلام وناصر في الاسكندريه اللي كانوا في وقفه للتضامن مع حق خالد سعيد اسامه حق قتل خالد سعيد وتأيد عليهم حكم سنتين وموجودين في السجون دلوقتي، او احمد ماهر واحمد دوبه ومحمد عادل اللي ابتدوا من النهارده يقضوا وتأيد عليهم حكم 3 سنين، او اي شباب ثانيه ما نعرفهمش محكوم عليهم او محبوسين على ذمه قضايا بسبب قانون التظاهر. احنا هنا بنطالب ده قانون ضد واحدة من أهم مكتسبات الثورة وهي الحق الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحنا موجودين هنا بنطالب بإسقاطه وضد قمع السلطة الحالية وكل السلطات.